السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من شرح معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الباب الثاني من أبواب المقصد الثامن، والمقصد الثامن هو مقصد في الرقائق والأخلاق والآداب. والباب الثاني فيه هو باب أمر المؤمن كله خير، وفيه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وفيه الحديث رقم 3278، وهو حديث صهيب رضي الله عنه، والذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله العظيم، من الحاجات اللي بنختلف فيها اختلاف كبير جدا هي ردود الأفعال مع أقدار الله عز وجل في الحياة الدنيا. الحياة الدنيا من طبيعتها إن هي لا تستقيم لإنسان على حال واحدة، يعني ما تلاقيش إنسان دايما معافى وما تلاقيش إنسان دايما مبتلى، لابد أن تتقلب أحوال الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني الأيام ربي سبحانه وتعالى بيقلب الأقدار فيها، أحيانا فلان يعيش فترة من الزمن معافى في بدنه، معافى في دينه، معافى في أهله، معافى في ماله، وهو نفس الإنسان بعد فترة ربي سبحانه وتعالى يبتليه، فتتبدل هذه العافية إلى ابتلاء، فقد يبتلى بفقد عزيز عليه، قد يبتلى بفقد مال أو بفقد ولد أو بابتلاء مرضي أو غير ذلك من أنواع الابتلاءات. المهم أن استمرار العافية واستمرار الضراء ليس من طبيعة الدنيا، إنما الله سبحانه وتعالى يقلب الأقدار كيفما شاء سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. ولكن ردود أفعال الناس بتختلف مع اختلاف أقدار الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس بيظن أن الحياة هتستقيم له على طريقة واحدة، على عافية، على خير دايما، فإذا تبدلت الأقدار تسخط على أقدار الله عز وجل واعترض على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه من أشياء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله. لبعض الناس طول ما الدنيا ماشية معاه تمام، وأمور الدنيا تمام، وأولاده بخير وأهله بخير وكل حاجة معاه زي الفل، هو بيحب ربنا وهو عبد لله والإسلام ده أحسن دين. طيب لو الأمور اتغيرت يكفر بالله والعياذ بالله، ويتسخط على أقدار الله، ويعترض على تقدير الله عز وجل، ويا رب هو ما فيش إلا أنا، طب ما الناس كلها عايشة، أو كذا من الكلمات اللي احنا ممكن نكون بنسمع بعضها من بعض الناس اللي بيتسخطوا أقدار الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فعلى ذلك الإنسان كل ما كان عنده علم، كل ما كان عنده علم بطبيعة الحياة الدنيا، كل ما ده ساعده إنه هو يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن هو بيعرف إن الدنيا لا تستقيم لإنسان على حال، لا تستقيم لإنسان على حال، لا بد أن تتبدل أحوالها كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس بدائم أبدا نعيم، كذاك البؤس ليس له بقاء. يعني مفيش حاجة بتفضل على حالها، النهاردة بتعيش فترة سعيد، بعد كده بتبتلى فتمر بشدة، تعيش فترة معافى فتبتلى فتمر بشدة، وهكذا. المهم أن أحوال الدنيا بتتقلب، لكن المؤمن هو الذي يستطيع أن يجعل كل ما يمر به خير له، أن يجعل ما يمر به خير له. طب ازاي ده؟ هو زي من النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن إذا مر بفترة عافية فإنه يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. يعني المؤمن إذا مر بعافية في بدنه، بعافية في أهله، بعافية في ماله، بعافية في دينه، دايما يستخدم كل هذه الأشياء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك قد شكر نعمة الله عز وجل عليه. طيب لو حصل معاه زي ما بيحصل على أي حد من أهل الدنيا،
اللي هو تبدل الأحوال، إيه اللي يحصل؟ قال: وإن أصابته ضراء صبر. لأن كتير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لما يبتلى بعد عافية ممكن يتسخط أقدار الله والعياذ بالله، ممكن يعترض على ما قدر الله عز وجل في هذا الكون، فيبدأ تصدر منه أفعال أو أقوال تدل على أنه هو لا مش عاجبه الحال ده هو. وطبعا ده ينافي الرضا بقضاء الله عز وجل وينافي الصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. إلا المؤمن، المؤمن إذا ابتلي صبر. ليه بقى؟ أول حاجة لأنه يعلم أن هذا بقدر الله عز وجل، وأن أمر الله عز وجل فيه الخير كله، وأن أمر الله عز وجل لا يكون إلا بحكمة وعلم منه سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كده لما يقعد يتأمل ليه الابتلاء ده بالذات هيكتشف إن فيه حكم كثيرة جدا، حتى لو هو معرفهاش، لو معرفهاش في الدنيا فسيعلمها في الآخرة. فالمؤمن لما يبتلى بيعرف إن ده بقدر الله عز وجل، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر دهوت، وإن ده من طبيعة الحياة الدنيا إن هي متقلبة الأحوال. فيعمل إيه؟ فيصبر، يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به. ليه بقى؟ لأن هو لو ما صبرش مش هيعمل حاجة. يعني هو الإنسان اللي بيقعد يتسخط على أقدار الله عز وجل ويعترض على قضاء الله عز وجل، هو بيعمل إيه؟ ولا بيعمل حاجة، ولا يبدل من الأمر شيء. إنما الإنسان الصابر الذي يصبر على ما قدره الله عز وجل عليه، فإن هذا الإنسان أول شيء يكتب له أجر الصابرين، يكتب له أجر الصابرين. ثم إن هذا الصبر عبادة لله سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان على طاعة لله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك أقرب لحصول الخير، كلما كان ذلك أقرب لحصول الخير له في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الآية اللي المصنف ابتدأ بها الباب قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. خد بالك بقى، أنت إزاي تعمل الحاجة دي؟ إزاي تصبر على قضاء الله عز وجل؟ من الحاجات اللي تساعدك على أن أنت تصبر على قضاء الله عز وجل إذا تبدل، ان انت يكون عندك عمل صالح، ان انت تكون من المؤمنين، علشان ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبك ويهديك لفعل ما يرضيه. الآية دي بتقول ايه؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فتجد الانسان مثلا الصالح، الانسان المطيع، او الانسانة الصالحة، او الانسانة المطيعة لله سبحانه وتعالى، اذا ابتليت تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ينزل على قلبها الصبر، وينزل على قلبه الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فيتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ده من توفيق الله عز وجل، بخلاف واحد هو طول عمره بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، هو طول عمره جريء على الله سبحانه وتعالى، فلما يبتلى تلاقي لسانه بيطلع كلام كله تسخط على أقدار الله عز وجل، وده من الخذلان والعياذ بالله. ده بسبب إيه؟ بسبب ان هو ملهوش رصيد اصلا عند ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان كل ما كان ليه رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى كل ما كان ده ادعى ان هو يوفق لفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء في حال السراء او في حال الضراء. المهم ان هو في الاخر بيكون مؤمن، يكون طائع لله سبحانه وتعالى على كل حال هو فيها، سواء حال العافية او حال الابتلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. من الأشياء الجميلة إن الباب اللي بعد الباب ده هو الباب الثالث، هو باب قرب الساعة ومثل الدنيا. ده الباب اللي هو رقم 3 في المقصد الثامن. لكن سبحان الله أنا لما تأملت ترتيب الباب ده، طبعا أنا مش عارف هو الشيخ يقصده ولا لا، لكن هو له علاقة جميلة بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله احنا ذكرنا فيه إن أحوال الدنيا متقلبة، وإن الإنسان قد يمر بابتلاءات كثيرة في الدنيا، وإن الإنسان قد يمر يعني ببعض الأمور التي ترهقه في الدنيا. الباب اللي بعديه بيقول لك أهي الدنيا دي بحالها بقى اللي أنت شايف إنها مرهقة ديت، ولا حاجة، هي قصيرة جدا بالنسبة لما ينتظرك عند الله عز وجل من الخير ومن النعيم. فكأن الباب ده جاي بيرطب على قلب الإنسان المبتلى، وكذلك في نفس الوقت جاي يفوق الإنسان اللي ربنا أنعم عليه، إن أنت ما تفكرش إن النعم دي هتفضل كتير، ما تفكرش إن العافية دي هتفضل كتير، الدنيا بحالها من أولها لآخرها قصيرة جدا، بل هي من أقصر المراحل على الحقيقة. هنا يقول: باب قرب الساعة ومثل الدنيا. ذكر فيه قول الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
وقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقول الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الآيات دي بتدل على قرب قيام الساعة، وقرب قيام الساعة كثير من الناس بيظن إن هو بعيد، والحقيقة إن هو مش بعيد ولا حاجة، لأن كل واحد مننا لما بيموت هو تقريبا كده خلاص قامت قيامته. طبعا في حديث ضعيف في هذا الباب أن من مات فقد قامت قيامته، لكن هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأن الإنسان أول ما بيموت ويدخل القبر فده أول منزلة من منازل الآخرة، القبر ده أول منزلة من منازل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى حقيقي ان الانسان خلاص بمجرد ان هو يموت الدنيا بتاعته انتهت، الحياة الدنيا دي انتهت، مهما كانت الحياة الدنيا طويلة فهي بالنسبة لكل واحد مننا هي فترة حياته فيها. فانت تخيل بقى انت هتعيش كم سنة، خليك انت هتعيش 100 سنة، وده تقريبا ما عادش بيحصل يعني، خليك انت هتعيش 100 سنة، منهم تلتهم مثلا على الاقل نوم، فانت بتعيش تقريبا حوالي 70 سنة مثلا او حاجة و60 سنة، ولا حاجة ولا حاجة بالنسبة لما تستقبله من الحياة الأبدية عند الله سبحانه وتعالى. والمدة أصلا أنت هتقعدها في قبرك، أنت الله أعلم تقعد كم سنة في قبرك، الموضوع بالنسبة للي جاي الدنيا دي قصيرة جدا جدا جدا. فالإنسان لا يغتر بهذه الحياة الدنيا ولا يحزن في نفس التوقيت على ما يصيبه فيها. يبقى أهل النعم في الدنيا ما يغتروش بالدنيا لأن هي قصيرة، وأهل الابتلاء ما يحزنوش لأن برضو الدنيا إيه؟ الدنيا قصيرة. أهم شيء إن الإنسان يكون على الحال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. حديث الأول في هذا الباب هو الحديث رقم 3279، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، يعني الصبعين دول، قال: بعثت والساعة كهاتين. يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ده بيدل على قرب قيام الساعة. خد بالك هنا المعنى ايه، قرب قيام الساعة بالنسبة لإجمالي عمر الدنيا بكل ما فيها من بشر، بكل ما فيها من بشر، وده الله أعلم احنا هندركه ولا لا، لكن زي ما قلت لك احنا على مستوى كل واحد مننا الإنسان حياة الدنيا هي مقدار السنين اللي بيعيشها فيها، ساعة لما بيموت هو كده انتقل لأول منازل الآخرة ألا وهو القبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعثته أصلا علامة من علامات قرب قيام الساعة، لكن ده قيام الساعة على كل من في الدنيا، على كل من في الدنيا، لكن دنيا كل واحد مننا فهي بتخلص بمجرد ان هو يموت كما يعني ذكرنا قبل قليل. الحديث اللي بعد ذلك هو الحديث رقم 3280، وهو حديث مستورد ابن شداد اخي بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، وأشار يحيى بالسبابة، فلينظر بما يرجع أو بما ترجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لك مثل للدنيا بحالها كده على بعضها بالنسبة للآخرة، قد إيه الدنيا دي يا رسول الله؟ قال: زي ما بتحط صبعك السبابة ده كده في البحر، طلعه كده صبعك ده هيصيبه بلل لا شك، شوف مقدار البلل اللي أصاب صبعك ده، خد قد إيه من البحر؟ ولا حاجة، شيء لا يذكر أصلا مقارنة بماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اهي الدنيا كلها على بعضها ولا حاجة زي ما صبعك ده كده ما ياخدش حاجة من البحر. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيحقر لنا شأن الدنيا، إن الإنسان ما يلتفتش للدنيا مع ما يراه فيها سواء من خير أو من ضر، الإنسان يعلم أن الدنيا هي دار ممر وليس دار مقر، مرحلة ورايحين منها كلنا. فالإنسان يعمل إيه فيها؟ يتزود للآخرة. الإنسان يعمل فيها إيه؟ يحاول أنه يكون دايما على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعد لحظات بالنسبة لعمر الدنيا كله هتلاقي نفسك في القبر، هتلاقي نفسك في أول منازل الآخرة، وتعرف أن الدنيا دي كانت ولا حاجة بالنسبة للي جاي عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا ينخدع بالدنيا، بل يحرص دائما في ليله ونهاره على أن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يسارع في فعل ما ينفعه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فإن فعل ذلك فهذا هو المؤمن الذي علم فعلا حقيقة الدنيا، وعلم أنها لزوال، وعلم أنها لا تساوي شيئا في الآخرة، فيغتنم كل لحظة من لحظات هذه الحياة فيما يقربه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ما لقي ربه سبحانه وتعالى فرح بجزاء الله عز وجل له على ما قدم في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.